ومزيد حول حركة دخول المساعدات عبر معبر رفح البري يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة للشاحنات الإغاثية التي تنطلق لنجدة الأشقاء في قطاع غزة. نتحدث عن يعني عشرات ومئات الشاحنات تتحرك يوميا من القاهرة ومن المحافظات المختلفة لتصل إلى مدينة العريش وتذهب مباشرة إلى المراكز اللوجستية أو معبر رفح المصري لنجدة الأشقاء في قطاع غزة. نتحدث عن المرحلة الثالثة للقافلة السادسة للتحالف الوطني المحملة بآلاف الأطنان أيضا من المواد الغذائية وأيضا من المشروبات الدافئة والملابس والأدوية وغيرها من الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. نتحدث بالطبع يعني عن استمرار لا يتوقف لسيل هذه الشاحنات للوصول لمعبر رفح المصري. نتحدث أيضا عن استمرار لاستقبال المصابين من الأشقاء الفلسطينيين ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. إذا تحدثنا كمجمل الصورة بشكل عام، نتحدث عن يعني أن المصدر الرئيسي والأساسي لهذه المساعدات الإغاثية هي من جمهورية مصر العربية أو حتى من الشعب المصري أو الكيانات المختلفة ومن أهمها التحالف الوطني. نتحدث عن استمرار لدخول هذه المساعدات الإغاثية برغم أن المساعدات التي كانت تأتي من دول العالم مختلفة إلى مصر تذهب إلى قطاع غزة قد قلت بالفعل بنسبة كبيرة جدا، وحيث أن عدد المساعدات يعني 70 إلى 80% تقريبا من هذه المساعدات التي تصل إلى الأشقاء هي من داخل الأراضي المصرية. هذه بشكل عام الصورة. التحالف الوطني يعني القافلة السادسة فقط حتى الآن تخطت ما يقرب من يعني 15 إلى 20 ألف طن من المساعدات المتنوعة سواء كانت غذائية مستلزمات طبية أو حتى يعني غيرها من الأدوية وغيرها من يعني المواد الإعاشية بشكل عام للأشقاء في قطاع غزة. كل هذه ضمن يعني تحركات كبيرة من مصر والدولة المصرية للتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة من ويلات الحرب. كانت هذه هي الصورة من مدينة العريش وصورة بسيطة وهي جزء بسيط من هذه الشاحنات التي تتحرك يوميا إلى الأشقاء في قطاع غزة. والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.